تحدثت كثيرا عن الفنون والجمال، سنتحدث عن عبق المشرق وهو عنوان المعرض 14 للفنان اللبناني التشكيلي والحمادي. المعرض يحوي اكثر من 35 قطعه فنيه متنوعه كما سنشاهد او نشاهد امامنا بين لوحات اكريليك زيتيه وايضا منحوتات. للمزيد اكثر عن الموضوع ينضم الينا في الاستوديو التشكيلي اللبناني وائل حمادة. صباح الخير وائل، نرحب فيك طبعا معنا. خلينا نبتدي اول شيء من عنوان المعرض عبق المشرق، ايش المقصود؟ عبق المشرق، ما حدا بيعرف المشرق بالوانه بالتفاصيل والديتيلز الوان بالسهول والديان والوان الارميد، الوان الطربوش، الوان عاداتنا، انه كيف ما تطلع بالمشرق بتعرفي انه هو مشرق من وراء تركيبته الجيوغرافية، سطوح بيوتنا، لاندسكيب له، عادات الناس بالجبال بالقرى، هذا عبق المشرق. طيب يعني بس انت تحديدا يمكن تركز على بيروت القديمة في اغلب على الاقل في اللوحات، يعني بعدين نتحدث سريعا عن المنحوتات، واذا ممكن تشرح لنا كيف ترجمتها على هذه اللوحة اللي هي مزيج بين لوحة مش بس بيروت القديم، يعني عبق الشرق بيشمل المشرق الهلال الخصيب وحواليه. تعرف في كتير عنا شوارع قديمة والشوارع فيها ذكريات كتير، كل باب بشارع قديم له ذكريات، إذا بتطلع فيه بيحكي خبريات. ممكن ترفعها بس للكاميرا عشان تشوف. هذه اللوحة أصلها هي ريسايكل، يعني بتشوف عليها إعادة تدوير، هي كانت مجرد قطعة يعني عادية ورشة. نعم، إذا ما لميتها كانت راحت للحريق أو راحت للسايكل، وتشوفي بعد عليها البطون. أوكي، بعد عليها البطون، إذا ترجعي بتشوفي ترجعي تحولت لقطعة، يعني هي بتحكي زواريب وشوارع بيروت القديمة أو لبنان القديمة، أو حتى بتشوفيها بسوريا بكل المناطق اللي فاتها الشرق وعبر الشرق. وكل الديتيلز فيها بخلوني أتأمل إنه هيدا كان بيت الناطور، درج فيروز، البلدية، باب الناطور، وفي قطعة اللي هي بارزة والبارزة حاولت كمان ريسايكل هو المعدني الكونجريجيتد شيت اللي هي التن. اوكي، هذا جزء كمان من الريسايكل بشتغل عليه. اوكي، هذا لانه بيكون بالحارات القديمه وبعد في حارات كثير بتستعملها. طب وائل، ايش سر حبك للالوان القويه؟ لما تكون هي جايه من بيئه خضراء وبيئه فيها اربع فصول بالسنه ويكون فيها الالوان بتعطيك عبق الالوان، مش بس الوان رماديه، مش أكيد بتتأثري ببيئتك وبتتأثري بكل أنواع التقاليد اللي مرقت عليها من أيام الفنيين لأيام العصر الجديد. بلدنا كلها ألوان مفروض أثر فيها. من اللوحات خلينا نشوف يمكن بعض المنحوتات، يعني هاي في القطعة الخشبية، إذا تشرح لنا كمان إيش فكرتها. هذا الخشب اللي هو بيستعمل بصناعة السفن دبي، صار بيشتغل عليه 10 سنين. خشب كتير قوي صلب وبتحمل المي والحرارة. فثلاث أرباع الأشياء بتروح ريسايكل وبتروح للنار. فحاولت أشتغل عليه كمان نفس التراث اللي بشتغل عليه ونفس الأسلوب. بشتغل أوقات بحط عليه الجول ليف أو السيلفر ليف، وبشتغل بالأكريليك كمان. بس قديش صعب إنك تشتغل على قطعة يعني خشب؟ مش صعب أبداً، بس الصعب فيها إنه تلاقي قطعة منيحة، لأنه هذا الخشب كتير قاسي لتحفي وتجلخي وترجع تحفري عليه وترسم عليه، هو صعب. بس الايديا موجوده، بس بدك الانيشيتيف انك تشتغلي. طب وائل، انت نحات ولا رسام؟ لانه كمان في عنا احد المنحوتات، يعني ما شاء الله انت ما خليت شيء الا واشتغلت به، خشب، الومنيوم، حديد، من وين عندك الباشن انك تبدعي بشيء بتحطيها بكذا نوع ماتيريال؟ يعني انا عم جمع خشب، بشوف حديد كمان مكبوب، هالحديد بجزءه وبلحمه ببعض لأعمل أشكال ومجسمات. يعني هذه الشيء فيها قدامك المنحوتة هي إذا من الداخل كلها ريسايكل، إعادة تدوير الحديد بيفضل من العمار من الورش، وبتركب عليه الماش اللي هو الماش الأبيض، وبتعمليه بترجعي معجون بتجستي بأشكال معينة. فهذا الفراغات اللي شايفتيها هذه فراغات إنسان طبيعي، نحن بنشوفه إنسان جامد، بس هو بطلع فيه هو بيتحرك إذا شفتيها من كذا أنجل. أيوة. طبعا هنا يمكن في لوحة بس كمان نشير لها سريعا اللي هي بيوت شكلت وجه فيروز. يعني مين منا ما بيسمع لفيروز الصبح؟
وبتشوفي بوجه في حاره في بيت في شباك كل البيوت بتحسيهم هني اذان صاغيه لفيروز. جميل. وهذا جسدت البيوت جسدت الشادو لفيروز جسدت وجه فيروز. نود ان نشكرك طبعا الفنان التشكيلي اللبناني وائل الحمادي. عبق المشرق هو اسم معرضه. شكرا جزيلا. شكرا. المعرض بضل لاخر ديسمبر بالميوز ارت جاليري بالتايم سكوير. أكرم. شكرا. شكرا.